إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه الله اليقين. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته، إنك ولي ذلك ومولاه. ثم أما بعد، أحبتي في الله، عودا حميدا إلى برنامجكم لا يفلح الساحر. كنا قد توقفنا في اللقاء الماضي أحبتي في الله عند أعراض السحر المرشوش. طبعا تحدثنا عن أعراض السحر المشروب، ويعني تحدثنا بها في يعني فيها بوضوح، وقلنا أن أعراض السحر أو السحر المشروب هذا يؤدي إلى الفشل الكلوي، لأنه بيعتمد وجوده على يعني غذائه على سحب الكلى من الجسم، أو يعني أن الغذاء كله بيدخل للكلى، والكلى طبعا بيحصل فيها طبعا انسداد في الأنسجة، وبيحصل فيها تليف، لأن ده بيعتمد على النجاسة، والنجاسة ديت كأن في يعني ميكروب بيدخل الدم ولف في كل مكان في الجسم، لكن تركيزه كله بيكون على الكلى، وبعد فترة الإنسان يصبح إنسان مريض كلى من غير سبب واضح ومن غير سبب طبي يكون واضح بشكل أو آخر. لكن طبعا إحنا بنأكد دايما أن السحر ده مرض حقيقي موجود في جسم الإنسان، مش زي ما الناس بتعتقد أن السحر ده يعني حاجة وهمية أو حاجة روحية، أو السحر ده عبارة عن شيء نفسي الإنسان بيتهيأه أو غيره. لا، السحر ده مرض، والمرض ده موجود في دمك في جسمك زي أي مرض عادي خالص، كأنه مرض عضوي موجود يعني في جسمك. وللأسف أن المرض حتى لو هو مرض عضوي موجود اللي هو بيعالج الأطباء، يعني المرض ده بيكون مرض واحد وبيأثر على العضو اللي هو فيه بس، لكن للأسف أن السحر ده مرض هو عضوي موجود في جسمك لكن بيأثر على كل جسمك. إزاي ممكن السحر يأثر على كل جسمك؟ علشان كده النهاردة أنا تعمدت أن نتكلم على أن السحر المرشوش بيأثر على الجهاز العصبي. إزاي ممكن السحر يأثر على الجهاز العصبي؟ طبعا السحر في كونه أو مادته يعني دي نجاسة، النجاسة دي بتحول إلى بؤرة سحرية في جسمك، والبؤرة السحرية دي بتتحول إلى يعني كأنه فيه سرطان ماشي في دم الإنسان، وطبعا بيأثر على كل مكان يدخله في جسم الإنسان. طبعا الجن عشان هو ذكي بيعتمد أنه يوصل السحر ده لأبعد مكان في جسم الإنسان، علشان خاطر أنت ممكن لو السحر ده مثلا معمول على أنت شربه مثلا على عصير ليمون، مثلا لو أنت شربت عصير ليمون بيقلل مادة السحر في جسم الإنسان، فيعمل الجن بقى يعمل بيودي أو ياخد يخفي مادة السحر دي في أبعد مكان في الجسم، ممكن يوصل لحد النخاع علشان خاطر ما تخلطهوش مادة ظاهرة من برة اللي انت بتاكلها او بتشربها. يعني السحر مأكول على لحم مثلا، لما تاكل اللحم ده المادة دي بتوصل طبعا نفس المادة اللي انت اكلت على السحر، وانت بتاكل مادة ظاهرة، فهما الاثنين بيقللوا مادة او قوة السحر في جسم الانسان. فالجن يعمل ايه؟ بياخد المادة، هي مادة السحر دي، توخفيها في اخر مكان، بيوصلها الى النخاع في جسمك علشان خاطر انت ما يتخلطش بيه مادة ظاهرة، ويبدأ قوة السحر تضعف. طبعا يعني اللي متابعين برنامج لا يفلح الساحر وبرنامج كيد ساحر، واللي متابعين صفحتي على الفيس والصفحه والموقع، يعرفوا انا بنتكلم في نقاط محدده، وهو ده اللي بنبني عليه اصول علمي اللي بنتكلم بيه. يعني دايما بنتكلم بنأصل مسائل علميه، لما بنتكلم في الاصل ده انا بنأصل لك مساله ليه؟ عشان خاطر يبقى عندك فقه، عشان لما نقول لك ان السحر ممكن يوصل للنخاع انا بنقول لك كده وبيأثر على ايه في جسمك كذا وكذا وكذا وكذا. طيب السحر دي مادة نجسة دخلت جسمك بأي صورة أو بأي شكل. طبعا أدي الصفحة قدامنا اسم محمد بيعرضها لنا هوت، علشان خاطر برضو الناس اللي ما شافتش يعني أو ما عرفتش إن في صفحة، تعرف إن في فعلا صفحة يعني علاج مرض السحر في يوم واحد، وإن السحر بيتعالج في يوم واحد. زي ما في ناس كتير بتقول لي يا عم شيخ أنت ممكن تعالج السحر في يوم واحد؟ عشان أنا معتقد إن السحر ده مرض غير ما الشيوخ معتقدين، ودايما الشيوخ بيخلفوني في المساله دي. يعني السحر ده مرض زي اي مرض يدخل جسم الانسان. انت ده مرض انت كلته وشربته، شيء انت نجس كلته وشربته تحول الى بؤره سحريه. البؤره السحريه ديت لها طلاسم السحر كاتب بيها النجاسه،
وتحولت الطلاسم ديت لامراض في جسمك. ليه امراض في جسمك؟ لان الجن دايما بيحافظ على ماده السحر ديت. عشان كده بنقول ان الخادم السحر، ما بنقولكش اللي هو اللي شغال عند السحر ولا اللي هو بيعمل بينفذ، لا هو بينفذ اه، لكن خادم السحر دي يعني ايه خادم السحر؟ خادم السحر ده اللي هو بيخدم كل شيء لصالح السحر. خادم السحر اللي هو الجن ده بيخدم كل شيء لصالح السحر. ايه اللي ينفع ان السحر ده ما يضعفش كذا يعمله؟ ايه اللي ينفع ان السحر ده يروح في المكان في مثلا في الجزء السفلي من الجسم يعمل كده؟ ايه اللي ينفع ان السحر ده يطلع في الدماغ يعمل كده؟ بيحافظ على الماده ديت. ليه يحافظ عليها؟ لان دايما احنا قلنا ايه؟ ان ماده السحر كل ما بتكون قويه بيكون الجن قوي. الاصول اللي بنأصلها ديت لازم الناس تعرفها، عشان خاطر لما بعد كده نتكلم في مسائل تانية تبقى فاهم انا اتكلمت ايه في الاصل. احنا بنتكلم في ايه دلوقتي؟ ان كل ما قوت ماده السحر قوى الجن. مش زي ما الناس معتقده يقول لك ده عليه مارد من الجن. ايه مارد من الجن يعني؟ ولا شيء اصلا. الجن ده اصلا مخلوق ضعيف، ومخلوق يعني ملوش قيمه الا بوجود السحر في جسمك. لكن هل السحر له قيمه بوجود الجن؟ لو السحر لوحده في جسمك قوي، لكن لو الجن لوحده في جسمك ضعيف. عشان كده دايما بنقوله ايه؟ لو الجن طياري يعني لبس واحد من ترعه او من مثلا كبت ميه سخنه او عملت اي شيء، ده جن ضعيف. ضعيف يعني ايه ضعيف؟ اول ما بيسمع قران بتلاقيه يتعب. يتعب ليه؟ يتعب تعب توبه، انا عملت شيء غلط عايز نمشي. وفعلا اي شيخ يقرا عليه ايتين قران او يسمع ايتين قران او يصلي ركعتين ولا شيء الجن يسيبه ويمشي. او مثلا جن المس اللي هو الشيطان، شيطان شيطان القرين يعني، مسك الجن ده، الجن ده مسك اه بيبقى ضعيف، اضعف من جن السحر. تمام، ملوش اهداف. جن ملوش اهداف. لكن تعالى عند الجن السحر بقى، لا ده جن مكلف، جن له هدف جاي بمهمه معينه. فالشيوخ او الناس اللي هم مهتمين بالموضوع ده بيصور للناس ان المشكله كلها فين؟ في الجن. فين المشكله عندك؟ في الجن. ده انا بسمع قران من صوت يصرخ. مين اللي قال لك اصلا ان الجن لما بيسمع قران صوت يصرخ؟ مين اللي قال الكلام ده؟ انا دايما بنقول انا عايز دليل على الكلام ده. عايز دليل واحد بس يقول لي ان الجن بيسمع قران يتعب. فين؟ عايز دليل واحد يقول لي ان ايه الكرسي بتحرق الجن. مين اللي قال الكلام ده؟ فين لقيتوه؟ فين جبتوه؟ منين؟ تمام. طيب يبقى انت سبت المساله اللي هي الراس، اللي هي وجود السحر في جسم الانسان، وشغلت نفسك وشغلت الناس بشيء بعيد جدا عن الواقع اللي هو الجن. الجن عمل، الجن عمل، الجن عمل، الجن عمل، وسايب المسألة الأساسية اللي هي السحر. فدايما بنأصل لك المسألة هو بنقول لك إن كل ما قوى السحر قوى الجن، وكل ما ضعف السحر ضعف الجن. واحد جيت عالج عند شيخ والشيخ نظف له السحر من جسمه 50%، الجن فضل موجود معاه لكن ضعفت قوته وضعف تأثيره على جسم الإنسان ده 50%. تمام؟ واحد تاني تعالج عند شيخ، تعالج السحر ده مثل 90%، ضعف السحر 90%، الجن ضعف 90% لكن لسه موجود معاه. في تكليف. فيش مشكلة يا محمد، ماشي. أنا اعذروني والله، أنا يعني دايما الاتصالات كتير، لكن بنحاول نأجل شوية عشان خاطر بس نستفاد يعني. ناخد أم عمر، مفيش مشكلة. أيوه، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا حضرتك يا شيخ. ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب. والله إحنا بنستمتع أصلاً بالبرنامج ونصائح حضرتك أكتر من الاتصالات. ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب. بس أنا مضطر إن أسأل حضرتك. ربنا يحفظك تحت أمرك. أنا يا شيخ راضي، إزاي أعرف إن ابني معمول للسحر محبة أو كده؟ أنا عندي ابني لسه صغير، في يوم اكل عند حد معين كده فتره عندهم الصبح، من يوم ما فطر قعد بعدها 3 ايام عنده اسهال وشبه منع الاكل نهائي. وفي الايام دي حلمت ان هو نايم كان تعبان في الثلاث ايام دول، وحلمت ان هو نايم وعامل حمام بروس كده ومالي السرير وعامل حمام حاجه سودا كده، فانا مسكت الحاجه السودا دي ولقيته طائر اسود بين الحمامه وبين العصفور، لا هو حمامه ولا هو عصفور. بس فانا عملت له رقيه شرعيه انا وميه قران وكده، الحمد لله بقى كويس. طيب انت بتحسي بالاعراض ديت يا ام عمر؟ انا؟ اه لا الحمد لله انا ما عنديش. يعني انت ما عندكيش اي تعب خالص في جسمك نهائي؟
لا الحمد لله، أنا محافظة على أذكاري وعلى وجدي والحمد لله طيب بخير. ابنك عنده كام سنة؟ ابني عنده 2 ونص. 2 ونص وتعب بالشكل ده؟ آه زي أنا ما تمام. حكيت لحضرتك، إسهال جامد جامد وشكل قطع الأكل وحلمت الحلم ده. الحلم ده هو اللي خلاني أشك بصراحة، بس طب غير كده ما بص يا ام مفيش عمر أشك بقى، بصراحة. هو صعب ان سحر، ان الطفل ده يجي له سحر، تمام؟ صعب جدا، لكن هو ممكن يلبسه جن او يمسه جن، تمام؟ لان الجهاز العصبي عند ابنك ما يستحملش لا وجود سحر في جسمه، ولا يستحمل حضور جن عليه، الا لو كان سحر وراثي منك انت، تمام؟ طب الحلم ده معناه ايه يا شيخ؟ الحلم ده ممكن يكون انت معاكي شيء تاني بقى، ممكن يكون انت اللي معاكي الاصل او اصل السحر، وابنك اتاثر منك بس، تمام؟ لكن انا مش عايزك تشكي في حد برضه، عشان ما تقوليش برضه او الشيطان، حاسه انا اصل لاحظت ان هو الشيطان ممكن يوصل لك يا عمر ان فلان فطر عند فلان تعب بعدها، ممكن يكون ميكروب عادي ملوش دعوه اصلا بموضوع السحر ده اصلا، عشان ما تشكيش في حد، وطبعا الشيطان عايز يوجع الناس في بعضها. ايوه ده اكيد، ده اكيد مش فانت اكيد هتوصل. لما هو حصل معاه كده انت شكيتي فيهم، وممكن تكوني قلت لهم ده ابني راح لا عندكم لا لا وحصل كده. لا 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 طيب لا ما فيش يبقى احنا الكلام ده، ده حكي. مش عايزين نكبر الموضوع اكبر لا من انا حجمه. لاحظت بس ان هو بيروح هناك كتير ومش عاوز يجي طيب هنا ده بس. عايز اسالك بس في حاجه واحده بس، الناس دول عندهم حد بيدور على اثار او حد معاه خدمه؟ لا 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 ما عندهمش الكلام ده خالص؟ لا نهائي. ما تقلقيش على ابنك خالص يا معلم. طيب لكن ما لو تقلقش. في مشكله عنده تاني بقى، يبقى انت خلاص تجيبه لي تيجي، عشان انت ممكن يكون انت مشكله عندك وجات لابنك، فنشوف الموضوع ونعالجه. طيب احنا متشكرين على اشكرك البرنامج الرائع ده. اشكرك، ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب، ربنا يحفظك. طيب احنا دايما، حتى انا دايما مش عايز الناس تشك في بعضها، ابعد الشك من حياتك، ان بعض الظن اسم، ابعد الشك، حتى لو شفت حد بيرش لك سحر كده ابعد الموضوع ده عن دماغك، حاول بقدر الامكان تخلي الموضوع ده اخر حاجه تفكر فيها، ان حد يرش لي سحر او يحط لي سحر. ليه؟ لان ده الشيطان بيدي الفرصه للناس دي، عشان الناس يوجع الناس في بعضها، زي ما كان من سنتين كنت اتكلمت في الموضوع ده، واحد راح قتل حد، موت واحده عشان خاطر راح للشيخ، والشيخ قال له اصل فلانه اللي عملت بنتك، اللي بنتك السحر كانت عروسه ومربوطه، وراح موت الست. انت متخيل ليه عمل كده؟ عشان خاطر راح للشيخ، والشيخ قال له اصل فلانه اللي عامله بنتك السحر، عشان كده بنتك مربوطه لعند دلوقتي، وللاسف انه جاب لي بنته، والله بنته ما طلعت مربوطه اصلا، وبنته طلع عندها شيء نفسي وعالجناها منه، والقصه انتهت، ما كانش عندها سحر اصلا، تمام؟ فالناس ما تاخدش بالظاهر ان يقول لك انا شفت او عملت، لا اتقي الله، عشان دي يعني رمي محصنه، ودي مصيبه طبعا عمل السحر ده. طيب عشان كده دايما احنا نادي ماشي يا صحاب. مين؟ السلام عليكم. نادي، استاذ نادي اتفضل. السلام عليكم. صباح الخير وبركاته، اتفضل، ربنا يكرمك يا رب. معاك ناجي حسن حسين الحشيش. يا اهلا وسهلا استاذ نادي، ازيك يا باشا؟ ربنا يحفظك. بعد اذنك، عندي بنت واحد صاحبي، احنا جالنا وديناها لواحد شيخ، قال انها عندها مس، تمام، وجرى عليها قران ومس، مس حاجه من صباع كده، وادانا بخور وادانا ترياق لها، ماشي، خدته ويومين ويرجع لها موضوع اغماء مستمر، اغماءات مستمر، اغماء يقول لك لما في خبط، تسمع في خبط قران في راسي. نعم بيحصل لها الكلام ده لما تسمع قران؟ بيحصل لها ساعات تسمع القران وساعات ما تسمعش. طب لما ودنا تزعل لواحد تاني شيخ تاني، قال لك ده جن طياري برضه، ادانا بخور وحاجات ومسك ودهان، وساعات تسمع قران وساعات برضه ما تسمعش، ورقية شرعية ساعات تسمعها وساعات ما تسمعش. لما تزعل طيب؟ الإغماءات دي مستمرة على طول معاها. لما تزعل؟ لما بتزعل بيغمى عليها. بص يا أخ نادي، عشان فضل. بس أنا أنت الأفضل طبعا، أنت كده كده هتجيب لي، لأن أنا جنبك، هتجيب لي أختك. هي أنا عارف إن أنا جنبك، بس هي البنت طيب. تسمع لي هجيبها لك عادي، مفيش مشكلة. بص يا أستاذنا بقى، اللي بنتك بتعمله ده أو بنت أختك بتعمله ده، ده كلام منافي للواقع اللي إحنا عايشينه أصلا. مفيش حاجة اسمها نسمع قرآن نتعب، مفيش حاجه اسمها لما نزعل نتعب، مفيش الكلام ده، مش موجود اصلا، تمام؟ الجن السحر ده يا استاذ نادي ما بيكشفش نفسه، تمام؟ وجن الطياري ده جن طياري، يعني ايه جن طياري؟ لبس واحد عشان عمل فيه موقف اذاب اي شكل من الاشكال، فيبدا يزي، اول ما الشيخ يقرا عليه ايتين قران يمشي وما يجيش تاني، هو ده الجن الطياري. لكن الناس الشيوخ وهموا الناس بايه بقى؟ الجن الطياري ده انه لما الشيخ يقرا عليه يحضر يمشي، ولما يروح يلبسه تاني، يبقى احنا مش هنخلصه الموضوع ده، صح؟
كل ما نروح للشيخ يقرا عليه يمشي، اول ما يروح يلبسه تاني، يبقى مش هنخلص من الشيوخ صح؟ يبقى دي قصه مش هتنتهي، ده كلام مش مظبوط اصلا. الجن الطيار ده عشان الناس تفهم يعني جن طياري، الجن الطياري ده جن لبس حد لما عمل معاه موقف اذاه، دس في الحمام، دخل الحمام من غير ما يقول ذكر دخول الحمام، عمل اي موقف مثلا كب ميه سخنه، عمل مش عارف ايه، بيتعب الجهاز العصبي عنده بيتعب، برضه بيبقى التعب ده تبع تحمله او ذكره وطاعته لله تبارك وتعالى. لو الانسان ده طاع لله يبقى التعب ده اقل شويه، لو هو عاصي وما بيصليش يبقى التعب ده اقوى. طيب بنروح للشيخ بيقرا عليه قران، الجن ده يمشي ما يرجعش تاني خلاص، تمام؟ ده الجن الطيار. ف ما فيش حاجه اسمها ان كل ما حد زعلني نتعب ديت، نتعب ديت يبقى ده شيء نفسي هي وهمت نفسها بيه والشيخ وهموها بيه. ممكن يكون عند بنت اخوك ديت سحر، والسحر ده شغال في موضوع والشيوخ بيعالجوا في قصه ثانيه خالص. فتجيب لي ان شاء الله بنت اخوك ديت نعالجوها ان شاء الله تبقى كويسه. ناخد عيد. اتفضل. اتفضل يا اخي عيد. الو. اتفضل سامعك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اجرادي. ربنا يحفظك ويبارك فيك. ازيك يا استاذ حضرتك؟ ربنا يحفظك يا رب. انا كلمت حضرتك قبل كده 5 مرات وقلت لي سيب رقم حضرتك في الكنترول وانا هكلمك. انا عيد قلت لحضرتك. طيب. ماشي اللي هو انت عايز العلاج يا اخي عيد صح؟ نعم. اللي انت عايز العلاج صح؟ لا انت كنت قلت لي هكلمك بعد الحلقه عشان اقول لك اللي عندي بالظبط ايه والدنيا ماشيه معايا ازاي، وحضرتك قلت لي سيب لي رقم 3-4 مرات وما حدش كلمني. طيب طيب يا خيد ماشي خد الرقم من الصبح. نعم. بالله عليك وفكرني بيه بالله عليك. معلش. ماشي يا خيد نشكرك. تمام. انا اسف يا خيد لو انا قصرت معك يعني. طيب يبقى احنا لازم الانسان يبقى فاهم يعني ايه سحر، وفاهم يعني ايه جن طياري، وفاهم يعني ايه جن قرين يعمل مس، وفاهم يعني ايه تعب نفسي، وفاهم يعني ايه شيء نفسي. عشان المصيبه اللي بنقع فيها ان بنت زي دي حياتها بتتغير، حياتها كلها بتضيع. ليه؟ لانها راحت للشيخ والشيخ قال لها انت عندك جن. لا الشيخ فاهم يعني جن اصلا للاسف، يعني الشيخ اللي اتعالجت عنده لا فاهم يعني جن، ولا فاهم يعني جن طياري، ولا فاهم يعني سحر. هو مجرد قارئ للقران، قارئ بيرجي بس، راقي راقي. واحنا دايما بنأكد الراقي غير المعالج. الراقي ده بيرقي، اي حد يرقي، اي حد حافظ الفاتحه يرقي، ده اسمه راقي، تمام؟ لكن غير معالج متخصص. معالج متخصص ده بيبقى فاهم يعني ايه جن طياري، يعني ايه جن سحر، يعني ايه جن مس، يعني ايه قرين، يعني ايه نفسيه. كل شيء لازم يبقى له تفصيل، لازم يفرق بين السحر المأكول والمشروب والمدفون والمعلق والمنفوق، لازم يفرق بين انواع الاسحار ديت، لازم يفرق بين انواع النجاسات نفسها، لازم يفرق بين انواع مواد السحر اللي كان عليها السحر المسحور، لازم يبقى فيه الكلام ده. لكن كله يقول لك اصل ده عنده جن وبعد كده خلاص هنعيش حياتي كلها، بنتي كل ما تسمع قران تتعب وتصرخ، كل ما حد زعلها تتعب وتصرخ، وبعدين روح للشيخ يقول اصل جن ضياري، يبقى ده يعني كلام مش صح. ناخد محمد. اسم محمد. محمد تفضل. انا احمد ابراهيم المنصور. ان شاء الله عليك استاذ احمد تفضل. الله يخليك كل سنه وحضرتك طيب. ربنا يكرمك يا رب. ربنا الله يخليك. والله حضرتك انا كنت زمان يعني تقريبا من 15 سنه تقريبا شربت كوبايه شاي عند واحد اللي انا عرفته ان هو عليه جنيه وبيحضرها. تمام. ماشي. وهو قاعد في السكن لوحده منفصل عن عيلته، يعني عيلته في البيت تحته وهو قاعد فوق. تمام. فانا كان عامل لي كوبايه شاي شربتها، فانا مش عارف دي وضعها ايه. طب انت حسيت بحاجه بعد ما شربت كوبايه الشاي ديت؟ والله انا ما ركزتش بصراحه. يعني انت ما حسيتش بحاجه في حياتك يعني بعد كده تغيير؟ هو بعدين كنت ايامها متزوج، بعدها بفتره انطلقت، وما زال لحد الان عايش مطلق من يومها لحد الان. طب انت بتنام كويس يا استاذ محمد؟ استاذ احمد؟ لا. الصداع؟ لا بس انا باخد علاج اكتئاب عامه، يعني انا باخد علاج حاجه من بعد ما حصل الكلام ده. تقريبا. طيب صاحبك ده ما عرضش عليك ان احنا نحضره جن مع بعض؟ لا. ولا ادالك حاجه قال لك ولع شمعه ولا ارمي مش عارفه ايه ولا بص في عينيك شويه ولا الكلام ده؟ لا بس انا اللي عرفته بعدين، انا ما كنتش اعرف يعني ايه حاجه اسمها مشعوذ ودجال، بس انا يعني بكلم واحد صاحبي قال لي ده دجال ومشعوذ. طيب في تعب في المعده عندك؟ بسيط دائما بيجي. ما حصلكش اسهال او امساك بعد ما حصلها شربت كوبايه الشاي ديت؟ لا بس هي بقى لها فتره انا مش متذكر بصراحه. طيب في رقيه يا استاذ محمد. بص يا استاذ محمد يا استاذ احمد، في رقيه عندي على الصفحه، صفحه علاج مرض السحر في واحد، اسمع الرقيه ديت 5 مرات في اليوم، تمام؟ ايوه. وحاول لو 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 تشوف التغيير اللي هيحصل معاك ايه او ايه اللي هيحصل معاك، وكلم بس اللي في المركز على الارقام اللي على الشاشه
وبس هم عارفين دلوقتي، هم سامعينك دلوقتي وعارفين انا بنقول ايه، هيوصلوك بس بيه عن نعرف بس ايه اللي معاك بالظبط، لان هو ممكن يكون حضر عليك جن خدمه او حاجه زي كده يعني، لكن ده مش سحر يعني. نشكرك يا استاذ احمد. تمام، وصف حياه موجوده برضه استاذ محمد دايما بيعرضها لنا عشان برضه ايه الناس تبقى يعني تشوفها، وبرضه عرض لنا برضه الموقع استاذ محمد عشان برضه الناس الله يرضى عليك، ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب. طيب تمام، ادي الموقع برضه عشان خاطر الناس برضه ايه تبقى لو في اي حاجه، اي حاجه انت مش فاهمها، اي عايز تعيد الحلقات بتاعتي، عايز تسمع اي شيء، ادخل على الموقع او ادخل على الصفحه، صفحه علاج مرض السحر في يوم واحد، وانت ان شاء الله هتستفاد وهتلاقي اللي يسرك ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى. ناخد رجب. السلام عليكم. اخ رجب. ازيك يا خلاص؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازي حالك؟ عامل ايه، اخبارك انت؟ منور الدنيا كلها بعلم الله. ربنا يحفظك يا رب ويبارك فيك يا رب. ازي حالك كده؟ ربنا يحفظك يا اخ رجب، ربنا يحفظك. والله ناخد راي حضرتك في ثلاث حالات عندنا، عايز اخد راي حضرتك فيهم وحضرتك تفيدني لله يا رب، امين ان شاء الله هيكون في الطريق اليك. بس لو طلعت حالات الصح انا ما اعرفش ايه الحالات بصراحه يعني. اتفضل يا اخ رجب. ولكن انا شفت تمام؟ تمام. في حاله بتطلع دم من عينيها. تمام، وهي مصرعه. تمام، وفي حاله ثانيه بتطلع زلط. كويس. زلط عندها تشنجات. تمام، جامده جدا، بتطلع زلط من عينيها، زلط صغير كده اهو. تمام. وفي حاله ثانيه لما بتصرع شخراضي بتبقى قوه رهيبه جدا جدا، فلا يستطيع اي يعني. كنا حوالي ست رجاله اخواتها وزوجها وكده، حاولنا ان احنا نسيطر عليها ما قدرناش. فبعد كده شويه بالظبط لقيت اللي بيكلمني قال لي انا مارد من الجن ولا يستطيع احد ان يقدر علي. كويس. فقوه رهيبه جدا يا شيخ راضي. طيب بصراحه انا اخ رجع. اتفضل. الاخت اللي هي الثلاثه دول تمام. نعم. اضعفهم يعني موضوع انها تنزل دم من عينيها وزلط من عينيها ديت، احنا مش قاعدين في محجر اسمنتو زلط. تمام. تمام. ده كلام اصلا يعني بيضلوا بيه الناس. تمام. فانت شفت بعينك الزلط بيطلع؟ اه. ولا اللي حكى لك قال لك دي الزلط اهي؟ زلط صغير كده يا شيخ راضي بيطلع من عينك. يا اخ رجب، شفت الزلطه بيطلعوها من عينك؟ زي برضو البرنامج اللي كان قبل كده اللي بيطلعوا زلطه من عينه والكلام ده، ده كلام نصب. تمام تمام. ده كلام نصب يا اخ رجب، والله انا سالت والدها قال ان هي كانت بتعالج. كانت بص كانت بتعالج، ما كانتش بتعالج، احنا ما عندناش محجر جوه عن طلعوا زلط ورمل. تمام تمام تمام، كلام فاضي ده كلام مش مظبوط. اللي اقول لك كده اعرف ان هو اصلا ساحر وبيسحر عينك عشان تشوف الكلام ده. تمام، عشان تقول لي لكن ملبوس وبيطلع زلط ورمل والكلام ده كلام منافي للواقع، انا ما عندناش محجر جوه. ما تخلي بقى، احنا مش عايزين الناس المثقفه يضحكوا على الناس اللي بيعالجوا ويقول لك ده شويه تصابين. تمام. الاخت بقى اللي بتطلع دم ديت قول لها اتقي الله وشوفي انت بتطلعي من عينك او بتحطي في عينيكي عشان بعد شويه يطلع دم. تمام، بيحطوا حاجه ماده يا اخ رجب، يحطوا ماده في عينيهم عشان لما تدمع تنزل دم او تنزل شيء احمر يعني يقول لك ده دم. تمام تمام. ده كله كلام فاضي وكلام مش مظبوط. تمام. الاخت بقى اللي هي بتسرع واللي انت بتقول قويه وعليها مرض والكلام ده، ديت هتاخدها الافضل يعني وديها لدكتور مخ واعصاب تاخد جلسه كهرباء عنده. ما فيش علاج لحضرتك؟ لا، اللي هي ملهاش علاج عندي، لا علاج عند الدكتور مخ واعصاب، لان ده مش جن يا اخ رجب. بعد ما لو انت بقى لو هي فيها جن، لو هي فيها اي شيء اعراض من اللي يحصل معاها، تروح للدكتور الاول تاخد جلسه كهرباء الاول عنده، وبعد كده تجيلي انا نشوف فيها ايه. ناخد صباح. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي يا اخت صباح. لو سمحت يا شيخنا، احنا دلوقتي عندي طفل عنده 12 سنه. تمام. فبعدين انا بقالي بالوقت بقالنا 4 سنين بنعالجه فيه. كويس. طبعا كل التلفزيون وكلميني من التليفون يا ام محمد. حاضر حاضر. فبعدين هو دلوقتي انا مش عارفه هو فيه، احنا لا رحنا للشيوخ ياما ورحنا للدكاتره مفيش فايده. طب ايه الاعراض اللي بتحصل له بالظبط؟ طيب هو عصبي جدا في البدايه خالص، كان جاله حاله كده ان هو قال لك انا عايز اموت، انا طلع اصحى لك انا هنط، لو حبستوني هنط من هنا، ما يعني هو مش عارف هو عايز ايه دلوقتي. انتوا حبستوه لي اصلا؟ طيب نعم، انتوا حبستوه ليه عشان ينط؟ هو حبستوه ليه؟ ايه اعراضه الاول؟ لا هو يعني هو اعراضه كده، هو قال لك انا مش داخل البيت اللي انتوا فيه ده، كل شويه يقول لك انا مش قاعد في الدار اللي انتوا فيها دي، انا مش عايز ادخل الدار ومش عايز ابات فيه، طلعوني بره. يعني عنده كام سنه طيب يا حاج؟ هو دلوقتي عنده 12 سنه، الموضوع ده بقى له زيادة عن 3 سنين معانا.
تسع سنين يعني. طيب كان بيقوم مفزوع هو نايم وصغير يعني اقل من كده؟ لا هو ما كانش لا مكنش يعني مثلا كان ينام يقوم مفزوع يشاور على حاجه يمسك الفرشه بتاعته يقعد يشد فيها مثلا هو بقى عصبي جدا. عصبي. طب هو ماشي كان كل شويه يقع على وشه يتكعبل يعني؟ لا ما وقعش لا. حتى معايا اخته دلوقتي معايا صداع جامد، بيجيها صداع، بيجيها وجع في رجليها، بيجيها وجع في ايديها. طب اخته ديت بلغت نزل الدور عندها؟ لا اخته دلوقتي صغيره اصغر منه بسنتين كمان. طيب انتوا ما جبتوش حد من اللي بيحضروا جن دول عندكم في البيت يا حاجه؟ لا احنا رحنا الناس لفينا الناس ياما قالوا احنا هنعمل لكم عمل سفلي. طب قبل ما تلفوا على الناس وقبل ما يحصل معاكم القصه دي كلها، ما جبتوش حد في البيت حضر عندكم جن في البيت؟ لا. انت والدتهم؟ ايوه انا والدتهم. طيب انت كان عندك كنت بتعاني من سحر قبل كده بتعالجي منه يعني؟ لا احنا تعالجنا، هو اللي جاله اول ما جاله جبنا واحد في البدايه خالص. قبل هو قبل ابنك انت كنت بتعاني من اعراض سحر؟ لا انا ما عرفتش اعراض السحر دي خالص الا لما جينا نعدي ابن ده وجبنا له شيخ وقرا عليه قران رقيه وقال العيل ده مخفي سحر. طيب فبعدين هم قالوا لنا وقال ده السحر ده كان معمول الاب والام، فاكتشفنا بعد كده ان هو معمول لنا احنا. هو قرا يا حاج على ابنك كده مباشر؟ قرا عليه وسمعه قران؟ ايوه قرا عليه قران. ماشي قرأ القرآن. طب بص يا حاج، هو 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 ممكن والله اعلم ابنك ده ممكن هو واخ وبنته بنتك دي سحر، اعراض سحر وراثي منك انت. الشيخ اللي قرأ عشان هو مش فاهم ضر اولادك ضر ابنك ليه؟ لاني مش المفروض ان احنا نقرا على الطفل قبل ما يبلغ ما يوصل سن البلوغ، لان الجهاز العصبي عنده ما اكتملش. وعشان كده بنأكد مش اي حد تروح له يعالجك، مش اي حد حافظ ايتين يعالج الناس وخلاص. ليه؟ احنا انا دايما بنأكد في البرامج بتاعتي يا جماعه، لا تقرا على طفل هو ما بلغش، ولا تعمل نفسك شيخ عليه، لانه انت بتسمعه قران. هو في جن جوه جن سحر، جن السحر ده ساكت وقاعد وساكت، انت لما قرات عليه الرقيه ابتديت تستفزه. طيب استفزيته هو عايز يطلع مش عارف، ما مربوط بالسحر. الجهاز العصبي عند الولد ده ما استحملش، بيبدا ياثر على الجهاز العصبي عنده ويدمر الجهاز العصبي عنده، بعد كده تجيله حاله نفسيه، بعد كده الولد يبقى يعيش مريض نفسي طول عمره. ده لو ما كانش اصلا اثر عليه وموته كمان. تمام؟ فيبدا الشيخ اللي مش فاهم يبدا يقرا على الطفل، والطفل عنده الجهاز العصبي عنده ضعيف ما يستحملش حضور جن، لانه الجهاز العصبي لسه ما بلغش ما اكتملش لسه. فيبدا يقرا عليه، الجهاز العصبي عنده لازم يحصل له حاجه. تمام؟ فانت الله اعلم ان دي اعراض سحر وراثي عندك انت وطبعا عند الاولاد، فانت تجيبي لي اولادك نعالجهم ان شاء الله، ونشوفوا ابنك ده وصل لايه، ونحاول بقدر الامكان ان احنا نعالجه بقدر الله تبارك وتعالى. نشكرك. تمام. طيب عشان برضو تمام تمام اتفضل. استاذ طارق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا مولانا حبيبي الاستاذ طارق سليم؟ صح ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب. منور. احنا طبعا الاول قبل ما تتكلم احنا بنبركوا لك على افتتاح الشركه الجديده، تمام، اللي هي الاعلان بتاعها معانا، تمام، وبنبركوا لك عليها ونقول يا رب دايما بالتوفيق ان شاء الله، وربنا يا رب ييسر لك الحال وتكون دايما في توفيق يا رب. ديت الاعلان بتاع الاستاذ طارق، دي شركة سياحة بتاعته اللي هو خاصة بالحج والعمرة، وطبعا شركة كبيرة وربنا يحفظه يا رب. اتفضل الصارق. اتفضل. اتفضل الصارق. تشرفنا يا ريتك تشرفنا في الافتتاح. ان شاء الله باذن الله موجود في الافتتاح معاك بكره اختار ان شاء الله. ونحب نخدم اي حد طبع حضرتك. ربنا يحفظك الصارق يا رب، ربنا يحفظك ويبارك فيك. عندنا طيب انتوا عندكم بقى يا استاذ طارق بقى ايه المميزات اللي عندكم في الشركه موجوده نقدر نخدم بيها الناس عشان يقدروا يروحوا يعملوا حج وعمره وهم مستريحين؟ والله يا شيخ راضي احنا عاملين الحمد لله برامج، كل برامجنا ان شاء الله في شارع اجياد. تمام كويس. يعني مسافه 400 متر من الحرم. اللي راح بقى يحج والعمره عارف يعني شارع اجياد ده عشان خاطر بيتعبد يعني وهو مستريح. عاملينها برضه للمتناول الجميع. تمام كويس. بقى اسعار بقى يا استاذ صارق؟ والله الاسعار بعد الضوابط. تمام الاسعار يعني الضوابط ان شاء الله على الاسبوع الجاي. تمام. لكن دايما لكن ان شاء الله طيراننا باذن الله طيران سعودي. تمام. القاهره المدينه مباشر. تمام.
ومكه 10 ايام، البرامج 15 يوم تمام كامله. تمام جميل جدا. 5 ايام في المنطقه المركزيه. طيب احنا عايزين بقى الاستاذ طارق يوعد بقى الناس كده بوعد انه يخفض للناس اللي هي هتيجي تابع برنامج ليفلح الساحر، اي حد يجي بقى يقول لك انا تابع برنامج ليفلح الساحر هتخفض له بقى. ده دين عليك بقى يا ريس. يا دكتور تتكلم الشركه شركتك. ربنا يحفظك، ربنا يحفظك استاذ يا رب، ربنا يكرمك يا رب، ربنا يحفظك استاذ. طبعا احنا بنبارك لك يا استاذ على الـ 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 على الشركه الجديده ديت، وان شاء الله تكون فتحت خير عليك وعلى كل المسلمين اللي هم عايزين يعملوا يعني ينفذوا عباده الحج او العمره. نشكرك نشكرك استار، نشكرك نشكرك، ربنا يحفظك يا رب، ان شاء الله موجود معاك ان شاء الله اكيد يعني باذن الله تبارك وتعالى. طيب دايما عشان خاطر نأصل ودايما عشان خاطر نوصل لتأصيل علمي دقيق، الناس لازم تفهم الاول انت يعني انت بتتعالج من ايه، عشان مش اي حد يقول لي اعمل كذا ننفذه خلاص، او اي حد يقول لي هات ابنك اصل نقرا عليه نعمله خلاص. لا، لازم الشيخ اللي قدامي يكون فاهم انا بنعالج الولد ده من مس ولا بنعالجه من سحر ولا القصه ايه بالظبط. الولد الصغير لا يقرا عليه الا تقرا على ميه وحنيه بالميه ديت، لكن ما تسمعوش رقيه مباشر. انت سمعت رقيه مباشر انت حضرت الجن عليه، حضرت الجن عليه، الجن اصلا هو الجهاز العصبي عنده ضعيف ومش مستحمل حضور جن عليه، فيبدا يضرب الجهاز العصبي عنده. احنا النهارده لما كنا بنتكلم بتاثير السحر المرصوص ده على الجهاز العصبي مش بنتكلم كلام وخلاص، لا انا نجيب لك ادله ونجيب لك حاجات من الواقع تقول لك تقول ان في فعلا ان الجن يعمل كده وممكن يوصل الانسان لكده بالفعل. تمام. طيب عنوان الحلقه النهارده عشان برضو ما نبعدش عنوان الحلقه، طبعا المداخلات هي اللي بتبعدنا شويه لكن برضو نعذر الناس عشان الناس عايزه تستفاد يعني اكتر قدر. يعني عنوان الحلقه النهارده احنا بنتكلم على اعراض السحر المرشوش وازاي ياثر على الجهاز العصبي. يعني ايه السحر ياثر على الجهاز العصبي؟ الاول لازم الانسان او نضرب مثال عشان الناس تقدر تستوعب الموضوع. لو الجهاز العصبي ده عندك شغال 24 ساعه، ربنا خلق في جسمك اجهزه تشتغل جزء من النهار وتفصل جزء او تقف جزء، وربنا خلق اجهزه في جسمك تشتغل طول النهار ما توقفش، زي مثلا جريان الدم في العروق ما بيوقفش خالص، زي او لو وقف تموت، لو مثلا دق القلب لو وقف تموت، الكلام ده لازم يبقى شغال على طول. طيب الجهاز العصبي ده ربنا خلقه انه يشتغل فتره من الزمن ويقف فتره، يريح فتره. طيب فتره الراحه الجهاز العصبي ده امتى؟ وانت نايم. وانت نايم الجهاز العصبي عندك بيريح، بينام خلاص، ما عادش عليه احمال، ما عادش عليه مسؤوليه، هو خد فتره النقاهه وفتره الراحه بتاعته عشان يقوم تاني يوم الصبح الانسان يكمل. طيب تخيل انت لو قعدت اسبوع ما تنامش، انت هتقدر تفكر؟ هتقدر تشتغل؟ هتقدر تعيش حياتك الطبيعيه؟ مستحيل. ليه؟ لان الجهاز العصبي عندك خلاص تعب، ما عادش قادر يكمل، ما عادش مستريح، ما عادش واخد الفترة بتاعته اللي هي النقاهة، ما خدش الفترة بتاعته فترة النوم اللي هي من 6 ل 8 ساعات في اليوم. ليه ربنا خلاها من 6 8 ساعات في اليوم؟ عشان الجهاز العصبي عندك يستريح، يبدأ ياخد ريست، أنا عن استريح شوية عشان نكمل تاني يوم معاناة بتاعة الحياة. طيب لو أنت جيت تنام والجني مسك الجهاز العصبي بتاعك وشغله تاني، تخيل إن أنت خلاص أنت تعبان طول النهار في الشغل وهمدان وهلكان متاعب الحياه، وجيت تنام انت يا دوب نمت ساعه او نمت نص ساعه، طبعا بعد ارق كتير جدا عبال ما تنام، والجن يمسك الجهاز العصبي بتاعك يخليك تلف الدنيا كلها وانت نايم، تطلع من الحلم ده تدخل في ده، تطلع من المشكله دي تدخل في دي، تطلع من الحلم ده تخش في ده، لما تصبح تاني يوم الصبح كانك ما نمتش. ليه؟ طول الليل الجهاز العصبي عندك شغال، ما بيقعدش، ما بيهمتش. ليه؟ الجن اشتغل وخلاص. طيب الجن مش غبي، مش بياخد الجهاز العصبي شغال 24 ساعة، لا، يخليك تنام ساعة أو اتنين في اليوم في الليلة. ليه؟ ممكن ينيمك في الوقت اللي هو في صلاة الفجر ولا حاجة، تمام؟ عشان خاطر أنت تنام وتصبح تاني يوم الصبح عايز تقوم شغلك وتعيش حياتك، طبعًا الجهاز العصبي عندك ما استوعبش، ما خدش راحته، يبدأ أنت إنسان تعبان خلاص. طيب يبدأ بعد يوم واتنين وتلاتة وسنة وسنتين وتلاتة وعشرة الجهاز العصبي عندك تعود إنه ينام ساعة أو اتنين في اليوم. اتعود إنه ما يعملش شغله. اتعود انه ما يقدرش يشتغل، اتعود انه ما يقدرش يمشي، اتعود انه ما يقدرش يفكر، اتعود انه ما يقدرش حتى الجهاز العصبي بتاع عينك نفسها ضعف، الجهاز العصبي بتاع التركيز ضعف،
الجهاز العصبي بتاع رجليك ضعف، كل حاجه في جسمك ابتدت تاخد ورا. طيب سنك وصل 40 سنه، دي المصيبه. ليه؟ دايما بنقول ان الانسان المسحور لو سنه وصل 40 سنه تضاعف عليه اعراض السحر. يعني لو هو عنده صداع 50% بعد سن 40 سنه تبقى 100%. طب لو عنده تعب في الكلى، الكلى شغال عنده 70-50%، بعد 40 سنه يقول لك ده جاله فشل كلوي وهو لسه صغير ولا عنده 40 سنه. بعد شويه يقول لك ده عنده خشونه في المفاصل قويه جدا. ليه؟ جهاز عصبي عنده خلاص هو تعب، لان مع انه سنه 40 سنه. وغيره عنده 80 و90 و100 سنه والجهاز العصبي عنده كويس شغال كويس مفيش اي مشاكل خالص. ليه؟ لانه ما عندوش سحر. تمام. دايما برضو مش بنقول ان كل اللي بيتعبوا تتعبوا رجليه او يتعبوا الجهاز العصبي او يتعب من اي حاجه ده سحر. لا، احنا بنأكد دايما بنقول اهو ان دي اعراض بتحصل معاك عشان جسمك يتعب. طيب يبقى من ضمن الامراض اللي بتجيلك اللي هو اعتماد الجن على الجهاز العصبي في تعبك. الجن بيعتمد على 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 الاحتوائك او انه يرقصك او يسحبك زي ما هو عايز بالضغط على الجهاز العصبي. ليه بيضغط على الجهاز العصبي؟ لان الجهاز العصبي ده هو الحياه، هو حياتك، هو ده اللي هيأثر عليك كلك، انت عباره عن جهاز عصبي. طيب الجن لو سيطر على الجهاز العصبي ده خلاص هو ابتدى يقودك كأن عربيه وهو اللي سايقها. خلاص ابتدى يخليك تنام زي ما هو عايز، تاكل زي ما هو عايز، تتكلم زي ما هو عايز، تتنرفز وقت ما هو عايز، تهدى وقت ما هو عايز، تصلي وقت ما هو عايز، ما تصليش وقت ما هو عايز، هو ابتدى يتحكم فيك. تمام. ناخد اسماء. اسماء، الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟ عامل ايه؟ ربنا يحفظك ويبارك فيك. والله انا سؤالي خارج الموضوع شويه بس عايز اتفضل اسال سؤال. اتفضلي. هو انا عندي 18 سنه ومتجوزه. تمام. بس بقى لي كام شهر كده متاخره في الخلفه والكلام ده، ففي واحده بتقول لي خدي ليفه بتاعت واحد ميت مغسليني بيها استحمي بيها. فهو الكلام ده فعلا صح ولا اعمل كده ولا ايه؟ انت متجوزه من امتى يا اسماء؟ يعني بقى لي شهور. طيب. حوالي 4-5 شهور. اوعي تعملي كده يا اسماء. ده كلام والله. ده كلام دجل وجهل. وانت فكرتيني بمشكله حصلت قدامي الاسبوع اللي فات يا اسماء، هنحكيها دلوقتي برضو بشيء يذكر. موضوع الليفه، بص يا اسماء، موضوع اللي اقول لك ليفه، موضوع ان دخلت على فلان شهرتها عشان كده ما نزلش اللبن، موضوع ان دخلت على فلان واحد دخل على مراته بعد الفرح وهو شايل لحمه، كلام فاضي. والتاني يقول لك اصل ما تحلقش دماغك وتدخل على مراتك وهي حامل، والتالتة تقول لك لا ده امسك السبع حبات مش عارفة ايه واعمل، ده كله كلام دجل، ده كله كلام فاضي، ده كله عبادة للجن يا اسماء. تمام. حضرتك انا قبل كده كنت بتعالج مع شيخ. تمام. فهو عالجني بالكهرباء، حط فيشة كده المهم وايه، وقعد يقرا عليا وبعد كده ضربني على ظهري والكلام ده، كنت تعبانه بس ما قاليش انت عندك ايه، انا ما سالتهوش. طيب بتخليه يضربك ليه يا اسماء؟ هو ما عرفش، هو ظهري وجعني وانا ما قلتلوش، هو حس ان ظهري وجعني رجع يضربني مكان الوجع. كويس. تعبتي اكتر؟ المهم ايه؟ تعبتي ولا صحيتي خفتي؟ لا انا بقيت الحمد لله، كانت نفسيتي تعبانه قبل يوم دلوقتي بقيت الحمد لله. بعد ما انضربتي يعني؟ لا عادي. المهم فبعدين رحت ايه، بعد كده حسيت لما اتجوزت نفسيتي تعبت تاني وحسيت تعبت، فرحت للشيخ. بس قبل ما اروح له كنت حلمه حلم ان انا في شيخ ما اعرفوش بس هو كان اعمى. انت راح تنضربي تاني يا اسماء ولا ايه؟ لا امال ايه؟ ده في الحلم، حلمت حلم تاني بعديه. المهم ان الشيخ جه وعايز يقرا عليا، كنت عايزاه يقرا عليا وهو ما كانش راضي، قال لي لا انت عليكي حاجه جامده انا مش هقدر اقرا عليكي، انت عايزه حد تاني يقرا عليك. المهم رحت لاخويا وقلت له انا عايز الشيخ مش راضي عليا، قال لي لا تعالي انا اخليه يقرا عليك. المهم قعد يقرا عليا وقعد يتك على ورثي جامد وقعد نزل دم بس انا ما شفتش الدم. طيب يا اسماء سيبك بقى من الحلم، خليكي في الجد بقى. انت بتنامي كويس؟ لا انا بنام كتير. اكتر من اللازم يعني؟ اه. طب بتنامي مخك بيفصل ولا بتنامي نايمه دماغك على المخده؟ لا ما طيب. بحسش بحاجه. في صداع؟ طيب الصداع ده على طول، شعرك بينزل معايا، وجع في ظهري والشعريه طيب. مش منتظمه كويس. اخر دوره قبل الفرح او بعد الفرح لخبطت معاكي؟ كانت ملخبطه جامد. طيب ماشي. وبعد كده رح جاي منتظمه، وبعد كده رح جاي الشعر ده ملخبطه برضو جامد. طيب بص يا اسماء، انت في اعراض سحر معاكي، فالله اعلم ان هو ممكن هو اللي يكون مأثر على الحمل ده، لكن انت متجوزه بقالك 2-3 شهر، اصبري شويه. لو انت عايزه تعالجي من السحر عالجوكي، لو انت عايزه تصبري شويه لما الحمل يجي بقدر الله تبارك وتعالى دي حاجه براحتك، لكن دي اعراض سحر معاكي، اوعي تعملي الليفه يا اسماء. خلاص نشوف.
ماشي ناخد ام محمود وماشي. اتفضلي يا محمود. ازيك يا شيخ راضي؟ اتفضلي. عاملين؟ ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب. اوكي يا شيخ راضي، بس حضرتك في حاجه. تحت عمرك، اتفضلي. الو. اتفضلي، سامعك يا ام محمود. يا شيخ راضي، كنت لقيت قدام بيتنا يعني مدفون عظم مره، ومره جيش السمك، ودي مره برضو، ومره عيش مدفون برضو، فعايزه اعرف دي معموله ايه. العظم ده عظمة صفحة اللي هي بتاعت اللوحة بتاعت الذبيحة ديت، ولا عظم؟ ايوه يا فندم. ايوه. هي مكتوب عليها حاجة طيب؟ لا، من جوه مش عارف، لقيناها كانت مليانة تراب وكده، ما خدتش ولا دي زجالتها، ورجعت تاني لقيت برضو عيش ومدفون، ده فنان مدفون بني ادم. المكان اللي انت بتشوفيه ده كأن حد دفنه ولا 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 مستحيل حد يدفنه؟ ايوه يا فندم، ما هو خلينا مكان حضرتك عشان اكيد حد دفنه. جيش السمك مضر على عصبة بيتي، رغم ان مفيش مكان حبير هنا. من بعدها اهلي قطعوني، الدنيا كلها بعد عني وعن عيالي، مش بطيب لاني ولا عيالي. انا كلامك حضرتك قلت لي في سحر مشوش ومدفون، فعايز اعرف دي معمول لايه يعني. بص يا محمود، الله اعلم ان السحر المدفون ده، ده سحر مدفون، تمام؟ لكن والله اعلم ان السحر المدفون ده على العظمه ده مرض، تمام؟ ده المرض. ايوه، ده مرض. والسحر اللي هو اللي انت لقيتيه العيش والكلام ده، بيبقى موضوع ان يقطعوا عيشك من المكان ده او يقطعوا عيش حد من المكان ده، تمام؟ بقدموا قربان للجن يعني وكده، ما تدخلوش، تمام؟ طيب، فدايما الناس لازم تفهم هي بتتعالج من ايه وبتعمل ايه. القصه اللي كنا عايزين نحكيها يعني، اللي حصلت قدامي الاسبوع اللي فات ده، ان بيقولوا او واحده بتقول واحده ماتت، تمام؟ فبيقولوا هاتوا المشط بتاع جوزها علشان خاطر ياخدوا شعر من المشط ويلفوا ويضفروا الضفيره بتاعتها على المشط بتاع جوزها وهو فيه الشعر بتاعه. والشيخ مديهم او واحد مديهم ورقه كده بيقروها على الايه، وهي بتضفر الشعر يعني، بتقرا الورقه ديت، تمام؟ فانا كنت طبعا الموقف ده حضرته يعني، فايه يا جماعه الموضوع ده؟ فقالوا ده الشيخ مدينا ده عشان نعمله كذا كذا. طب ليه يعني، ايه القصه في الموضوع ده؟ قالوا عشان جوزها ما يتجوزش عليها او يتجوزش بعد ما هي تموت. انت متخيل الجهل وجهل النساء وصل عند فين؟ انت مالك جوزها يتجوز بعد ما تموت ولا ما يتجوزش؟ يعني انت ايه الموضوع بالظبط يعني؟ انت عايزاه ما يتجوزش بعد ما تموت؟ ما هي ماتت خلاص، هي خدت تمر الدنيا يعني، انت اللي هتحافظي عليها؟ فجهل الناس وصل لايه؟ ان عايزه تمنع تدفن السحر مع زوجته وهي مدفونه في الضفيره بتاعتها، وتقعد على العقد، وطبعا الورقه ديت فيها ايه؟ فيها طلاسم، والطلاسم دي هتقرا على الضفيره وهي بتتعقد على المشط عشان خاطر جوزها مستحيل يتجوز. وبعدين انت شايف الموضوع ايه؟ فطبعا ده سحر. طب الناس طبعا بيسالوني ايه ده؟ طب يا شيخنا، طيب الموضوع بالظبط ده بيعملوا كده، ده سحر ايه يعني؟ ايه الموضوع ده؟ عقد وبينفسوا عليها، والمشط بتاع جوزها فيها الشعر. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم سحر بمشط ومشاطه بمشط، النبي صلى الله عليه وسلم سحر بالمشط بتاعه والشعر اللي فيه ودفن. طب انت هتاخدي برضو نفس الطريقه، الشعر بتاع الراجل بالمشط وتضفري عليه وتدفنيه؟ طب ما انت عملتي سحر. اللي بتغسل بقى بتقول لا، اصلا ما نعرفش الكلام ده، اصلا ما نعرفش هو ده سحر ولا مش سحر. طب انت هتشاركي في الجريمه ديت وانت مش عارفه؟ ده انت المفروض تكوني امينه على الغسل. الغسل ده امانه، الغسل ده امانه، والناس اللي بتغسل دي امانه، ربنا هيسالك عليها امانه. انت هتفضح الناس اللي اتغسلت دي ولا لا؟ يعني في حاجات بتحصل بالغسل لازم الناس اللي بتغسل تبقى عندها امانه بيه. قسما بالله، انا غسلت حد لحمه كان انسان طبيعي جدا، لحمه كان اسود لدرجه اني ما عرفتش اغسله، لفيته بالكفن بس، ما قدرتش اغسله لانه لحمه كان بيطلع في ايدي، انت متخيل؟ فنروح نقول بقى فلان ده انا عملت له كذا كذا كذا، نفضحه؟ فانت امينه على ده، انت امينه على إيه؟ على الغسل، امينه على ان انت بتحطي ايه في الغسل. زي ما كان واحده بتقول لي، اللي كانت بتتكلم دي بتقول يعني، كانت بتصل بينا على في برنامج كايدو ساحر، بتقول انا خدت بناخد السحر ونحطه في فرج المراه وهي ميته. انت متخيل الفجر وصل لحد فين؟ متخيل الموضوع وصل لحد فين؟ وصل ان انت خلاص حتى في الموت مفيش عظه، ده ميته، ميت، عايز ايه عظه بعد كده؟ فالناس تتقي الله في نفسها
واعرف ان اي حاجه منافيه للعقل، يعني نافيه لعقلك البشري ده، ان انت بتلاقي فيها ريبه ابعد عنها. هتقول لك اصلا لحمه، اصلا اعملي خدي لحمه واعمليها مش عارف ايه، خدي ولعي شمعه، دقي مسمار مش عارف تفيري، اكتبي حرف مش عارف ايه على باب بيتك، رشي مش عارف. كل ده كلام فاضي، كل ده كلام اصلا دجل وشعوذه، وابعدوا عن الموضوع ده عشان خاطر الناس ما تضيعش اكتر من اللي هي فيه ده. طيب طبعا الاستاذ محمد بلغنا ان الوقت خلص، وطبعا احنا ما اتكلمناش عن اعراض السحر المرشوش. ان شاء الله الحلقه الجايه نتكلم عنها ونأصلها برضه، ونقول ان السحر المرشوش يأثر على الجهاز العصبي ودمر الجهاز العصبي بقى على الانسان بعد فتره، وان شاء الله نكمل الحلقه القادمه بقدر الله تبارك وتعالى. نشكركم على حسن استماعكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.